مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. مرحبا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني 3 سنين على اختطاف أكثر من 1300 مدني، منهم 700 مدني من الصقلاوية فقط على يد الميليشيات. كيف تصف مأساة المختطفين في الصقلاوية وغيرها؟ نعم، يعني بداية نتحدث عن الاختفاء القسري والإخفاء القسري، ويعني ما هو وما هي طبيعته، وعندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، ثم يتبع ذلك رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون، وهذا هو ما ينطبق على الحالة في مدينة الصقلاوية ورزازة والمحافظات المنكوبة التي عقبت العمليات العسكرية منذ عام 2014 وإلى اليوم. والحالة مأساوية بمعنى الكلمة، حيث لا وجود للجثث ولا وجود لأماكنهم ولا وجود لأسمائهم. هذه العمليات هي عمليات تطهير عرقية وعمليات إخفاء قسري متعمد، وتتم هذه بعلم الحكومة يعني بعلم الحكومة ذكرتم. يعني منظمة الصليب الأحمر في العراق تقول إن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا مفقودين في العراق ولا يعرف مصيرهم. نتساءل عن دور الحكومة، يعني تقول إنه بعلم الحكومة، يعني كيف تتعاطى الحكومة مع ملف المختطفين في العراق، ويعني والعدد هو عدد كبير؟ أستاذ عمر، فقدنا الاتصال بالأستاذ عمر الفرحان. هل تسمعني أستاذ عمر؟ تسمعني؟ نعم. ما هو وما هي طبيعته، وعندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، ثم يدفع ذلك رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون، وهذا هو ما ينطبق على الحال في مدينة الصقلاوية ورزازة والمحافظات المنكوبة التي عقبت العمليات العسكرية منذ عام 2014 وإلى اليوم. والحالة مأساوية بمعنى الكلمة، حيث لا وجود للجثث ولا وجود لأماكنهم ولا وجود لأسمائهم. وهذه العمليات هي عمليات تطهير عرقية وعمليات إخفاء قسري متعمد، وتتم هذه بعلم الحكومة. نعم، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.